رجعنا لكم مكملين معكم في برنامج الويكاند. تحيه لكل من اختار قناه التاسعه يتابع فينا. اذا كان ما بديتوش معنا من الاول توت لي فيديو تلقاهم على صفحه قناه التاسعه على الفيسبوك ولا على صفحه الويكاند. بما انه صيف دنيا سخنت فما برشا حاجات اللي يلزمنا نعتني بهم اللي هما عويناتنا عينينا الفيو نتاعنا النظر نتاعنا. فما بوكو دالرجي فما برشا امراض دونك على هذيا باش نحكيو في برشا تفاصيل. حاضر معنا الدكتور هيكل كمون. اهلا وسهلا دكتور. مرحبا مدام عفاف وشكرا على الاستضافه. يعيشك مرحبا بك. انت خذينا لك من وقتك باش جيت بحذانا اليوم. يعيشك. دونك كما لاحظوا يقول لك السادة المشاهدين عفيف الجمعة اللي فاتت لابسة مراية تيت شمس وعينيها مرضى، الجمعة هذه جابت طبيب عيون. افكتيفمون على خاطر احنا الحقيقة ما حكيناش على طب العيون بالكل في برنامج الويكاند، وكانت فرصة يمكن ليا أنا باش نحكي في الموضوع هذا على خاطر فما برشا أنواع نتاع حساسية أي سيرتو وإحنا في فترة الكورونا في فترة الكوفيد دكتور. أيه. برشا ناس كيما أنا كيما رحت الجمعة اللي فاتت يسألوا بالك شي كورونا، يعني فما ربط ما بين الكونجونكتيفيت وما بين أمراض بعض الأمراض في العينين والكورونا، صحيح هذا ولا لا؟ بون اليوم الكورونا معناتها ما تعطيش اون كونجونكتيفيت. اللهم دون لو كادر دان سندروم غريبال معناتها ما تعرف الكورونا تعطي ان سندروم غريبال اللي نجموا العينين يحمروا شويه. داكو. اما ما غير ما تكون الكونجونكتيفيت مش كيما الكونجونكتيفيت اللي نعرفوها اللي نعرفوها اللي عين حمراء ومنفوخه وتوجع وتدمع وايكولمون كبير دونك الكوفيد ما يعطيش اون كونجونكتيفيت. جوست يعطي حمورة في العينين نتاع غريب معناتها فوالا حاجة عادية. سينو فما حاجة أخرى اللي هي اللادينو فيروس ولا الكونجونكتيفيت فيرال. ظهر لي برشا ناس ما يعرفوهاش. احنا قعدنا في تونس على مستوى مريض بعينيك عينيك حمر منفوخين عند كونجونكتيفيت وكهو التفاصيل ما نعرفوهمش. هيت نفسروا للساده المشاهدين شنو الفرق ما بين كونجونكتيفيت بكتيريال وفيرال وتوا شنو اللي فما ونعطيو لو ماكسيموم دافورماسيون على لادينوفيروس. شوف الكونجونكتيفيت هي انواع واكثر نوع نتاع كونجونكتيفيت هي سي لا كونجونكتيفيت فيرال ادينوفيروس اللي هي معناتها كما تقول انت تمشي سولون ان مود ايبيديميك معناتها في حاله وبائيه. داكور دونك موجوده كيما الوباء نتاع الكوفيد لادينوفيروس كيف علاش خاطر سرعه الانتشار نتاعو قويه برشا معناتها والعدوى نتاعو قويه دونك اللي يضرب اون كونجونكتيفيت ادينوفيروس اللي هي اونتر جيمي اكثر نسبه نتاع كونجونكتيفيت. نحن نعرفوا لي الكونجونكتيفيت فما الكونجونكتيفيت سورتو فيرال وشويه البكتيريان بيحاول معناتها الحمد لله الكونجونكتيفيت بكتيريان في تونس ما عادش عندنا برشا تبارك الله تقريبا قضينا عليها معناها بريسك قضينا عليها تو نرجع لها شويه خاطر يلزمنا نحكيو عليها للتاريخ. الكونجونكتيفيت بكتيريان تبارك الله لي ميزور ديجين نتاع التوانسه وكل تحسنوا برشا الحمد لله. الماء صالح للشراب ما عادش نستعملوا مياه ملوثه دونك ما عادش عندنا برشا كونجونكتيفيت بكتيريان. بار كونتر قبل في لي زاني 70 في السبعينات كانت عندنا اون كونجونكتيفيت بكتيريان اللي هي التراكم اللي هي الرمد. داير معناتها الانستيتو دوفتالمو معناتها سبيطار العينين في تونس كان قبل ما يكون اسمه معهد الهادي الرايس كان قبل اسمه المعهد الرمدي. اي كاريمون معناها تلمو موجود تلمو اللي كان مريض بعينيه عنده الرمد معناها حاشاكم. اي دونك الرمد في لي زاني 70 قضينا عليه في تونس بون كان معناتها يمثل معناتها حالة كبيرة برشا خاصة في الجنوب وبرشا ناس فقدوا البصر بالتراكم هذايا بالرمد وهو يمثل أكبر نسبة نتاع سي سي تي نتاع فقدان البصر من جراء الجراثيم معناتها من لي كوز انفكسيوس. داكوغ دونك أكثر نسبة نتاع فقدان البصر جاية من التراكم والحمد لله قضينا عليه في تونس أما مازال منتشر بكثرة راهو في أماكن في العالم. اليوم الكونجونكتيفيت بكتيريان كيما نقولوا ما عادش عندنا برشا تقعد نسبه قليله، مي الكونجونكتيفيت اللي هي تمثل اكبر نسبه هي الكونجونكتيفيت فيرال واللي اكثريتها ادينو فيروس. داكوغ،
دونك ولا. اليوم لازم نعرفوا كي تمرض بكونجونكتيفيت راهي ماهيش كونجونكتيفيت عاديه اللي كنا نعرفوها السنين اللي فاتت، ولكن هي سي اون كونجونكتيفيت فيرال ادينوفيروس، هذه الاكثر نسبه معناها الموجوده. وكما كنت تقول انت هذه معناها اليوم واحد يمرض بها في الدار تنجم العائله الكل تتعدي على خاطر العدوى نتاعها سهله ياسر. العدوى نتاعها قويه برشا وسهله ياسر، هذاك علاش لازمنا ناخذوا لي ميزور ديجين. أي؟ كيما الكوفيد داير معناتها العدوى نتاع الكونجونكتيفيت ادينوفيروس والكوفيد كيف كيف. معناها اليوم اللي يمرض بها لازم يعمل الاحتياطات في الدار كأنه كورونا. لازم يعمل الاحتياطات كأنه كورونا، علاش؟ خاطرها تعدي برشا. الادينوفيروس ينجم معناتها وسيرتو العدوى في العشر أيام الأولانيين، دونك وقت اللي تمرض اقرا حسابك اللي أنت عندك 10 أيام 15 يوم تنجم تعدي وتعدي بصفة كبيرة معناتها. بصفة كبيرة، ويلزمنا نعرفوا حاجة أخرى اللي الأدينوفيروس ينجم يعيش لحد 10 أيام 15 يوم على لي سيرفاس، دونك يلزمنا نردوا بالنا وديما نغسلوا يدينا. وماك تعرف ديما نحن عندنا العادة أي واحد يدخل يبدا يحك في عينيه الطول. دونك نجم تقعد كيما نقولوا جمعتين في لي سيرفاس. ودايور توا فيو لي ميزور ديجين اللي قاعدين ناخذوا فيهم اللي نغسلوا يدينا بالجيل باللي سوليسيون هيدرو الكوليك، دايور الكونجونكتيفيت ادينوفيروس نقصت شويه المده الاخرى خاطر قاعدين ناخذوا دي ميزور ديجين نتاع الكوفيد اللي ما كناش ناخذوهم قبل واللي هما يحميوا زاد حتى من الادينوفيروس مش كان من هما لي جيست هذوم لي جيست باريير توا اللي جاو مع الكورونا ان شاء الله نقعدوا نستحفظوا عليهم خاطر سي فريمون حاجه باهيه بصفه عامه للصحه نتاع الانسان. باهي دكتور، ابرسا وقتاش نعرف انا عندي كونجونكتيفيت كو سوسوا فيرال ولا بكتيريان والا حساسيه ولا مجرد حساسيه، شنو الفرق بيناتهم؟ بون الحساسيه معناتها تجي لزوز عينين، معناتها ما تنجمش تكون حساسيه في عين واحده. لوك الكونجونكتيفيت فيرال ولا بكتيريان جينيرالمون تبدا في عين وساعات لاكثر الوقت نجم تتحول للعين الاخرى خاطر ماك تعرف واحد يحك عين وبعد يحك الاخرى ينجم يحولها بسرعه. لو تابلو اي ديفيرون ماهمش كيف كيف. الكونجونكتيفيت اليرجيك معناتها ديما تبدا في كادر نتاع حساسيه تجي بشويه تبدا العين تحمار بشويه بشويه وتحك، سورتو الحكان هو اللي خلينا نفرقوا ما بين الكونجونكتيفيت فيرال ولا اليرجيك. وتجي في زوز عينين فيها برشا حكان ولا فيها برشا حكان حموره مش برشا مش كيما الكونجونكتيفيت فيرال. الكونجونكتيفيت فيرال سي ان تابلو معناتها بلوز اغريسيف بلوز برويون اكثر دونك بروتال يجي بسرعه، دونك العين تحمار اكثر برشا، عندك اون سونساسيون دو غران دو سابل في العين تقولش عليه، عندك حصحاس هكا في عينك، لي بوبير يتنفخوا، الجفون يتنفخوا، ان ايكولمون كبير ينجم يكون حتى بيغولون. هذا هو دونك وجيعه. وفما حاجه خاصه بالكونجونكتيفيت ادينوفيروس هي تنجم تطلع لنا اون ادينوباتي بحذا الاذن هوني. تحس وجيعه على هنا معناها تحس فما وجيعه، فما ان غونغليون يتكون جهه الاذن، هذاك اوني بريسك سور اللي هي سي اون كونجونكتيفيت ادينوفيروس. وقتها فريمون يلزمنا نستحفظوا على رواحنا، من شفتك وحدك ترد بالك باش ما تعديش اللي حولك. لو تريتمون دكتور، لو تريتمون سورتو بالنسبه للادينوفيروس، اسكو فما تريتمون واحد؟ اسكو لي ميديسان كلهم قاعدين يستعملوا في نفس التريتمون هذايا؟ كيفاش اليوم؟ والله يشوف هو معناتها قلت انت تو يشبه للكورونا، معناها كانه سي لو كوفيد دو لوي كان نجموا نقولوا معناها يشبه. دونك نورمالمون معناها يكون فما ان تريتمون هو اليوم في الكوفيد ديجا ما فماش كونسنسوس، معناتها كي نقولوا اون مالادي فيرال ما فماش الدواء اللي هو ناجع 100%، اللهم في الاربيس عندنا الدواء نتاعو اللي هو لاسيكلوفير. بون لي زوتر فيروس ما فماش الدواء اللي هو ناجع 100% بالنسبه للادينوفيروس. دونك كل ايكول عندها البروتوكول نتاعها. لي زونتي فيرو اللي قاعدين نستعملوا فيهم ماهمش ناجعين برشا على الادينوفيروس في العين. بون فما دي زيتود جدد اللي هما دي زيتود معناتها تعملوا في الخارج في امريكا خاصه، ظهروا النجاعه نتاع البيتادين ديلوي. البيتادين اللي نستعملوها اللي هي انتيسيبتيك الدبوزه الصفراء. ظهروا النجاعة نتاعها كي تبدا الدوزاج نتاعها اخف خاطر البيتادين اللي نستعملوها في بيان سور هذا يتعمل على طريق طبيب راهو اي بيان سور دونك البيتادين اللي هي الدوزاج نتاعها 10% نحن اون لو ديلو يولي 3% دونك نخفوا فيه برشا باش نجموا نقطروه في العين مده نهارين 3 ايام.
اثبت نجاعه كبيره في اللادينوفيروس ونبداو لي كورتيكويد من الاول. فما برشا يخافوا من لي كورتيكويد في الكونجونكتيفيت فيرال سورتو ادينوفيروس، مي وقت اللي اون اسوسي البيتادين للي كورتيكويد ما عادش نخافوا، ما عادش نخافوا برشا، خاطر لي كورتيكويد وحدهم راهو ينجموا يسرعوا في يقويوا معناتها في الكونجونكتيفيت. والحاجه معناتها المشكله نتاعها الكونجونكتيفيت ادينوفيروس فيها دو فاز. فما اون فاز فيرال اللي هي الدوم ابوبري 10 ايام 15 يوم، اللي هي فيها برشا دموع، العين تتنفخ، فما شويه وجيعه، حموره كبيره، ان كولمون كبير معناتها في العين. هذيك سي لا فاز فيرال، وهذيك اللي فيها العدوى برشا. ومن بعد من الفاز فيرال نتحولوا لاون فاز ايمونولوجيك، معناتها فاز نتاع التهاب. يتنحى الحموره، يتنحاو الدموع، العين تتفش شويه، ومن بعد يتكونوا دي نودول على القرنيه. هذا هو المشكله نتاع الكونجونكتيفيت ادينوفيروس. دونك يلزمهم كونترول، يلزمهم كونترول سورتو من بعد وان سويفي. معناتها اليوم اون كونجونكتيفيت ادينوفيروس مش براس اي ما عادش يمشي للطبيب. فما معناتها نسبه اللي هي كبيره ساعات من العباد اللي يتكونوا لهم دي نودول، معناتها فما بلايص بيض في القرنيه يتكونوا، وساعات يطيحوا في النظر، في النظر ينقصوا في النظر. والعلاج نتاعهم سي سورتو لي كورتيكويد اللي ندخلوهم بدوز اقوى من بعد، معناتها من بعد الفاز فيرال اللي حكينا فيها الاولانيه. واضح. ولي زيتود اظهروا اللي البيتادين، معناتها وقت اللي نستعملوا البيتادين ديلويي من الاول، النسبه نتاع لي نودول اللي تتكون من بعد تنقص برشا. معناتها اللي تعالجوا بالطريقه هذه يوليو براتيكمون ما عادش نلقاو عندهم دي نودول من بعد ويبراو بصفه نهائيه. تري بيان. باهي دكتور، فما حاجه نحب نختم بها الحديث نتاعنا، نقطه هو انا عرفتك اللي اول مره باش نحكي في طب العيون، ماذا بيه المواضيع الكلهم، ولكن ما نجموش، ما يسمحلناش الوقت. نحب نحكي على العدسات، سورتو العدسات الملونه اللي هي فقط لاسباب تجميليه. تقريبا كلنا احنا نساء استعملنا في وقت ما العدسات اللاصقه للمنظر نتاعهم، معناها الاضافه الجماليه نتاعها. اليوم نلقاو فما عدد كبير نتاع عدسات قاعدين يتباعوا اون ليني، ما نعرفوش البروفونونس نتاعهم منين جايين، ما نعرفوش صحيا شنو ينجموا ياثروا على العينين نتاعنا. اليوم زيد نلقاو دو بلوز اون بلوس صغار دي جون يلبسوا في العدسات هذوما، معناها بنات تلقاها 16 17 18 سنه تلبس في العدسات هذوما، واحنا داخلين على صيف. صحيح. دونك فما برشا احتياطات يلزمنا نوصيوهم في التعامل مع العدسات. شوف العدسات راهو يلزمنا نردوا بالنا، معناتها لي لونتي دو كونتاكت راهو ساعات يصيروا فيهم تعكرات اللي نجموا حتى نخسروا النظر كومبليتمون، معناتها باللي لونتي نجموا نعملوا اون كومبليكاسيون معناتها اسمها لابسيت كورني، خاطر اللونتي نحن نحطوها على القرنيه. اي واذا كان اللونتي يبدا فيها ميكروب ولا بارازيت، سورتو اللي هي البارازيت اللي يخوف في اللونتي هو لاميب، فما بارازيت اسمه لاميب وينجم يعمل لنا انابسي اميبيان، معناتها تعفن في القرنيه. وينجم يؤدي معناتها في حالات قصوى الى فقدان البصر اذا كان ما نداويوهش اتون. بون الحمد لله عندنا العلاجات الناجعه اليوم، ونجموا بفضل العلاجات هذيا نوقفوا الخطر باش ما نوصلوش معناها الى حالات متقدمه. دونك يلزمنا نردوا بالنا من لي لونتي، نستحفظوا نعرفوا منين نشريوهم، نشريوهم من بلايص اجريي، من عند لي زوبتيسيان، من عند المختصين في لي لونتي في العدسات اللاصقه، ولا من عند لي زوبتيسيان، ونعرفوا المصدر نتاعهم منين، اللي هما سي دي لونتي اومولوجي، مش هكاك نشريو دي لونتي كما قلت من الانترنت وما نعرفوش المصدر نتاعهم مجهول. ماذا بينا لي لونتي نتفاداوهم عند الصغار برشا. اي معناتها واحد عمره 10 سنين 9 سنين مازال ما عندوش لي نوسيون ديجين نيسيسير. تحكي على العدسات نتاع اللونتي نتاع النظر، معناها كو سوسوا نظر ولا نتاع ولا الكولور. دونك ماذا بينا نبداو نلبسوا اللونتي من 13 14 وقت اللي تبدا عندنا درجه نتاع وعي كافيه باش نجموا مانيبول لي لونتي. لونتي اللي تطيح يلزمك تعاود تنظفها، ومش هكاك تطيح في القاعه وساعات نشوفوا مريض يلبسها ديريكتومون. دونك فريمون يلزم محافظه توا سيف. دونك لونتي
اسكو نجم نلبسهم نعبد بهم البحر، نعبد بهم البيسين؟ والله لونتي تنجم لونتي تنجم تهبط بها البحر، ما فماش مشكل. البيسين ايفيتي، خاطر ما تنجمش تعرف البيسين هذيك معقمه بالكدا ولا ماهيش معقمه بالكدا. حاجه اخرى، جاي توا صيف والسهريات، نردوا بالنا ما نرقدوش باللونتي. فما برشا عباد ينساوا اللونتي في عينهم ويبيتوا بهم ويقوموا معناها تشيح اي تشيح وتخنق القرنيه، خاطر ماك تعرف القرنيه ما تتنفسش، ما فيهاش دي فيسو سانغان باش يجيبوا لها الاكسجين. القرنيه نتاعنا هي غلاف شفاف اللي هو يتنفس وياخذ الاكسجين والنيوتريمون من الدموع. دونك انت اذا كان تحط له اون لونتي عليه، الدموع ما عادش يوصلوا للقرنيه بصفه كافيه. عاد شوف انت اذا تحط لونتي وتكمل تغمض عينيك وترقد، معناتها القرنيه تتخنق وما عادش يوصل لها الاكسجين، دونك تنجم تتقرح وتحمار. تري بيان، ميرسي بوكو دكتور هيكل كمون، شكرا لك على التوضيحات هذوما كل، يعطيك الف صحه. فما حاجه حكيتي لي انت مره وين نعرفها، زيد نحب نوعي مره اخرى اللي قادمين على العروسات، وزيد كيف كيف بعض من المجملين والمجملات كي تمشي لسونتر عروسه يلبسوا لونتي. دونك ماذا بيك كانك قادمه على عرس وتحب تلبس لونتي كولور، امشي انت بيدك اشري اللونتي نتاعك من عند مختص من عند اوبتيسيان وهزهم معك، على خاطر فما شكون اللي لبسوا اليوم العروسه هذه غدوه العروسه الاخرى من عين العين، وصارت حادثه خطيره جدا بالنسبه للعروسه. اي مره عروسه بون هي حادثه قديمه، عروسه مشيت معناها باش الحجامه نتاعها نهار عرسها لبستها اون لونتي كولور في العينين الاثنين اللي هي تتحول من عبد من العبد، من عين العين من عبد العبد، وعملت لها ان لابسي امي بيان كما نقولوا لي لونتي، اخطر حاجه هو لابسي امي بيان، وتسبب لها في مشكل كبير نهار عرسها. وي لدرجه فقدان البصر. فوالا خلينا نقولوها باش العباد تعرف. اي فوالا ما يسالش. شكرا دكتور يعطيك الصحه. مانيش باش نبعدوا برشا على العينين وعلى لغه العينين، ولكن المره هذه في فقره كتاب في دقيقه اللي اخترنا باش نحكيو على روايه تحمل عنوان نبي الحانه للكاتب التونسي محمد علي بوعلاق. في تقديم الروايه يقول الكاتب: حين تهبني كل نساء الكون ما عدا واحده، سأقاتل من أجل إلحاقها بمن عندي، تلك التي كنت أراني ابن عينيها، آخذ شكل الدمعة حينا والابتسامة أحيانا، تلك العيون لا تكتفي بالنظر إلي، أحس أنها تحتضنني بين الرموش، تقربني من بؤبؤ العين وتدنيني، أفترش الأسفلت وأتغطى السماء. بطبيعة الكتاب هذا تنجموا تلقاوه في مختلف المكتبات في الجمهورية التونسية. احنا مازلنا معاكم باش نعملوا طلة على كوجينتنا، نشوفوا لي شيف نتاعنا وين وصلوا في الكوجينة، شيف مروان والشيف هزار. عفيف قدمنا بالباهي بالباهي، بقارنا كان الفينيسيون في الفور، دونك خلينا نحكي لك جوست على التروازيام روسيت اللي احنا عملناها بطن البدر والصوص هذه اللي انا عفيف عديت معها ايامات ياسر حلوين. دونك شنو باش حطيت صوص سبيسيال بيتزا نتاع سيكا من لوطا، من بعد كوش فرماج اللي هو حطيت موتزاريلا، ومن بعد كوش واحده اخرى فيها طن البدر، وزدت كملت من فوق بالموتزاريلا كما تشوف هكا، وفوقهم دي تومات سوريز، وتو بقالي كان ندخلهم للفور. هذايا باش تكون فيها اللحم المفروم، بالنسبه لهذايا فيها البولي، ومن فوق فيها الشدار، وبالنسبه لهذايا الطن. تو بقى لي كان ندخلهم 180 دوغري بوندون 20 مينوت. اما بعد حاجه بركه نحب نفسرها لكم، اذا انتم كي باش تعملوا ديروسيت اخرين، ولا اذا لاباري نتاعكم حطيتوا اللي في الوسط الفارس حطيتوا فيها عظم ني ولا حاجه، دونك اللي يبقى لكم انكم جوست تسكروا الخبزه وتخليوها تقعد اكثر بيريود لو طون يطيب الفارس، معناتها كي تجيو تمسوا كانكم طيبوا في طاجين، ومن بعد تنحيوا الغطاء وتخليوها تعمل هكا الجراتيناج وهكا اللون المحلاه من فوق، وهكاكا نكونوا كملنا الريسيت نتاعنا. فوالا عفيف، نخلي الشيف عزار يزيد يفسر لنا هو وين وصل. هي عفيف انا بيزي خدمت بالكدا، حطيت التارت سيترون نتاعي تبرد هي، والتارت بالمعجون تجبه هذايا نتاع سيكام جديد، عملتهم وريتكم قبيله كيفاش عملتهم وعطيتكم الروسيت.
كيفاش عملت التارت بالسيترون المونتاج نتاعها، خذيت الفون دو تارت نتاعي بالبات سكري طيبتها وكل شيء، انا جبتها حاضره خاطر اللي خدمناها قبل يعني البات سكري، خذيتها عبيتها عملت فيها شويه كروكون سيترون يبيعوا فيه حاضر موجود، باش كي نحط اي حاجه ليكيد ولا كيك سوا كريم ولا شوكولا ولا اي حاجه ما تنديليش الكعبه، تبقى شاده روحها وتعطيني هكا تقرميشه شويه زياده، ما نحسش روحي ناكل في كريم وكل شيء. وبعد عملت لها الكريم تاعي مسكيتها واستويتها وعملت قبيله وردت من المول سيليكون هذاك اللي عملت فيه الكريم، حطيتها كانجلت وبعد باش نحاها تو نوريكم بعد باش نحاها كيفاش نحطها فوق الفوند دارت نتاعي تطلع حاجه مزيانه على الاخر، وحطيتها تبرد من بعد ونوريكم كما قلت لكم. وبالنسبه للتارت معجون جبة عفاف خذيت الفوند تارت كيف كيف، عبيت الشطر نتاعو بالكومبوت هذيا نتاع الفيق جبة، وعملت من بعد القنا الشوكولا اللي هو الكريم فريش ومعها شوكولا كما قلت لكم قبيله، حطيته توا بور لو مومون هم يبردوا بعد نوريكم الريجلتا مع بعضنا. تري بيان يعطيكم الصحة، ميرسي لي شيف. دونك بعد شوية نرجع لكم مادام كملتوا حطيتوا لنا لي بلا الكلهم. كيما تعرفوا كل مرة نعطيكم لي ميور بون بلان اللي موجودين، وكيما العادة مع لوديت تودكم وتدللكم. المرة هذه جبت لكم لي برودوي فيتاليت، أسوام خيالية الأحسن كاليتي، جبت لكم من بلاد الرومان ورا البحر، الريحة البنينة وأحسن صحة لأحلى شعر. شركة لوديت توفر لكم لي باك شامبوان ماسك اي سيروم الخالي من المواد الكيميائيه المضره باش تحمي شعرك من الامراض كيما الثعلبه والتساقط والتقصف زيده، باش تحافظ على صحه شعرك ويكون جذاب ومزيان. الباك متكون من شامبوان سون بارابين، ماسك سون سولفات ني بارابين، سيروم سون بارابين، والباك هذا فيه ثلاث انواع ويناسب مختلف انواع الشعر. عندنا اليوم باك بزيت الارغون مغذي للشعر الشيح والمترشق، عندنا باك بمركب الكيراتين يصلح الشعر الشيح والتالف، عندنا باك بزيت المكاداميا للشعر الشيح في الاطراف واللي يكون مزيت في الجذور. واللي يميز بالطبيعه لوديت هو جوده المنتجات مع احسن الاسوام، وعلى خاطر صحه حرفائها تهمها شركه لوديت توفر لحرفائها منتجات من غير سلفات ني بارابين باش يكون الشعر صحي وفي نفس الوقت مزيان، على خاطر التحاليل اثبتت اللي المواد هذه تسبب تلف الشعر والتساقط وتضعف البنيه نتاع الشعر. وكانك ما تشبعش مدليل وتحب الدوش والريحه الهبال تنجم تتمتع بعروض شركه لوديت في الجل دوش. اي نعم، وكيف ما عودتنا شركه لوديت بالكميه الكبيره والريحه البنينه توفر لكم اليوم سبع بارفانات، عندنا حبل ملوك، عندنا العسل والزنجبيل، فما اللي دانيس، فما التالك ليكيد، فما الويل دارغون، فما لي داموند، فما المسك بلون. دونك ذكي وتخطف الفرص، اخلط على البروموسيون قبل ما تقص. نذكركم وانه لي برودوي فيتاليت موجودين في عبر طبعا صفحه الفيسبوك كيف كيف على موقع شركه لوديت. وبالنسبه لي برودوي لوديت اللي هما لي توي نتاعهم في النوار هذوك تلقاهم موجودين في لي فارماسي الكل في الجمهوريه وزاده في لي باغا فارماسي. احنا مازلنا معاكم، فاصل وراجعين. هكا كون وصلنا لختام حلقتنا، بيان سور لي شيف نتاعنا حضروا لنا لي بلا، برافو لي شيف. يعيشك عافية. نعملوا ان بتي ريكاب شيف مروان. دونك نبدا لكم بالروسيت الاولى اللي فيها البولي اللي كيما تراو لهنا. دونك شنو عملنا في الروسيت هذه عفاف؟ دونك خذينا دي مورسو دو بولي اللي قليناهم الكل مع بعضهم، ومن بعد خذينا تو بلاش كونكاسي طوماط بار كونتر في وسط هذايا نتاع سيكام، قليناهم بالباهي في زيت نجمه، ومن بعد حطيناهم كوش بكوش وكملنا بالشذا. دونك بالنسبه للدوزيام روسيت عفاف عشان عملنا لا سوس سبيسيال بيتزا، لا فاموس سوس سبيسيال بيتزا، دونك حطينا كوش بكوش، ومن بعد حطينا في الكوش الاخرانيه طن البدر اللي هو من بعد كملناهم بالموتزاريلا وعملنا كل جراتيناج مع كعبات التومات سوريز. بالنسبه للتروازيام روسيت عفاف دونك حطينا فيها لحم مفروم انوا كونكاسي التومات نتاع سيكام، قليناهم هذوما الكلهم معهم كلكو شامبينيون، وزدنا كملنا من فوق بالفرماج ودينوا. يعطيك الصحه ازار. أيه بالنسبه لي انا عفاف كما تشوفوا كملنا حضرنا التارت سيترون، والتارت هذه شوكولا ومعجون الجبه. عفاف بالنسبه للكريم سيترون
قلنا لكم البيكينغ كيفاش خدمناها، استعملنا فيها فرينه الورده، استعملنا فيها البودره كريم تاع سمارت شيف، واستعملنا فيها جو دي سيترون ولي زانغيديون كل، عطيناكم روسيت كبيره كيفاش خدمناها بالضبط. وبعدها كيما تشوفي خذيت شويه كريم سيترون حطيتهم في المول عفيف وكانجو، شوف كيفاش جات الكعبه ياسر مزيانه ومحلاها. والمعجون كيما شكر العروسه من مدها يعطيك الصحه حلوين يعيشك عفيف. بالنسبه لي انا ننصحكم يعني باش تعملوا حاجه كيف من هكا سيرتو في الصيف، بالحق حاجه باهيه كل شيء. بالنسبه للتارت الشوكولا معجون جبه زاده عفيف ياسر ميلونج باهي ما بين الشوكولا ولي ما بين المعجون هذايا ياسر محلاه، ننصحكم زاده باش تعملوهم لي تارت هذوما حاجه باهيه. ميرسي شيف هزار، ميرسي شيف مروان اليونسي، احنا يتجدد اللقاء بكم ان شاء الله في حلقه غدوه من برنامج الويكاند باش تكون الحلقه الختاميه بالنسبه للموسم هذا على قناه التسعه. سينو في الاخر نحب نشكر برشا بوتيك بويم فاشن اللي موجوده في شارع الهادي نويره في حي النصر، تنجموا تلقاوها على انستغرام بويم فاشن. ونشكر زاده كيف كيف سنتر كورال بيوتي على الميزون بوتي، ونقول لكم مشاهده طيبه لبقيه برامجنا على قناة التاسعة، ونتقابلوا غدوة إن شاء الله. باي باي. سرنا المحبة والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة راك حرة. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر. مع سمارت شيف مسهلها البنة. Cuisina, votre cuisine autrement. Service Diamant, il s'offre le club où il sert et déchoue. La gamme Diamant, Trama, Fienne ou Salamézienne. Diamant, vivez, aimez, cuisinez autrement. مطابخ عصرية، قوة في الأداء، فخامة في التصميم، تقنية متطورة. أرسوليك صممت لكل الأذواق. أرسوليك متوفرة في كل محلات الأجهزة الإلكترونية عبر الجمهورية.